متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مسميات. له قدرة عالية على الغوص في المسكوت عنه وعلى مساءلة الأنساق الاستعمارية في الخطابات الأدبية. انتقل من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، وكان من أهم الذين تمثلوا الدراسات ما بعد الكولونيالية والنقد الثقافي بما هو كشف عن الأنساق المضمرة. أسعد باستضافة الدكتور وحيد بن بوعزيز، أستاذ الأداب المقارنة بجامعة الجزائر 2 ورئيس المجلس العلمي سابقا بكلية الأداب واللغات الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتور وحيد. الله يسلمك دكتور ناصر، أشكرك على هذه الاستضافة في حصتك المحترمة مسمياتي. نبدأ معك يعني في هذا الركن دكتور وحيد، ركن اسم على مسمى من هذا الحقل المعرفي الذي أسست له يعني في كلية الأداب واللغات الشرقية، وهو دراسات الثقافية وما بعد الكولونيالية. ماذا يمثل، ونحن نحاول أن نسمي الأسماء، ماذا تمثل لك النقد الثقافي وما بعد الكولونيالية وما علاقتها بالدراسات المقارنة؟ شكرا لك دكتور ناصر على هذا السؤال الحصيف. لكي أجيب على هذا السؤال لابد أن نعود إلى السياقات المعرفية والثقافية التي كانت سائدة في جامعة الجزائر. طبعا بعد الاستقلال سادت الكثير من المناهج السياقية، تلك المناهج التي ترجع الأدب دائما إلى نشأة ما، إما إلى نشأة ذاتية أو نشأة اجتماعية أو تاريخية إلى غير ذلك. ابتداء من التسعينات مع عودة الكثير من النقاد من الجيل الثالث في الجامعة من فرنسا خاصة، أدخلت المناهج النسقية أو الشكلانية، وهي مناهج تركز على ما هو جمالي في النصوص الأدبية مبتعدة عن وجودية هذه النصوص أو ما تعنيه هذه النصوص. وكان هذا أمرا طبيعيا أن يأتي المنهج الشكلاني كبديل عن طغيان المناهج السياقية. لكن مع نهاية يعني القرن الماضي بدأت مشكلة، أننا بدأنا نخرج من الشكلانية إلى الشكلانوية، يعني بدأت تدخل بعض الأبعاد الإيديولوجية في هذه الشكلانية. أصبح الطالب للأسف، وهو الذي تمدرس على هذا الجيل، لا يستطيع أن يقرأ الأدب كحياة، بل يقرأه دائما كشكل. ولو نعود إلى تجربة الشكلانية في أوروبا وخاصة في فرنسا سنجد المشكلة نفسها. بطبيعة الحال مؤسسو الشكلانية في الستينات تراجعوا عنها في نصف الثمانينات، نذكر على سبيل المثال تودوروف كريستيفا، وقالوا أن هذه المناهج لما تدرس لوحدها في الجامعة الطالب مع الزمن يفتقد تلك العلاقة الطبيعية مع النص الأدبي، فراحوا يبحثون عن مناهج جديدة تحاول أن تجمع بين النسقي والسياقي بطريقة جدلية، بحيث أنني لما أقرأ نصا ما فإنني أدعمه بما هو خارج عنه، وهذا الخارج عنه أدعمه كذلك بالنص، يعني لا تصبح العلاقة أحادية بل العلاقة جدلية بين النص وبين خارج النص. ابتداء من 2001-2002-2003 خاصة بعد ما وأنا بصدد تحضير الدكتوراه لاحظت هذا الخلل. لماذا؟ لأني في الماجستير اشتغلت على منهج شكلاني
وفي آخر الماجستير طرحت مسألة هل الشكلانية لوحدها يعني تفيد في قراءة النص، وبدأت أبحث عن مخرج آخر. لماذا؟ لأنني شعرت بنوع من الضيق يعني في عملية القراءة، فوجدت المنهج التأويلي في البداية الذي أفادني كثيرا، ولهذا اتجهت إلى أمبرتو إيكو في الدكتورة. وأمبرتو إيكو أحالني على قيمة المنهج الثقافي، وبذلك اكتشفت إدوارد سعيد وما يسمى الآن بالدراسات الثقافية. كخلاصة، الدراسات الثقافية أعتقد أنها لا تنفي الشكلانية ولا تنفي المناهج السياقية، بل تحاول أن تجمع بينهما. أراها كاملة يعني في حدود ما أعرف، أن أراها كاملة وليست أحادية في التوجه. أنت كنت ذكرت يا دكتور وحيد التحولات التي صاحبت الدرس النقدي في الجزائر وفي الجامعة الجزائرية. تحدثت عن مناهج السياقية، ثم مناهج النسقية التي انطلقت من البنيوية ودخلت يعني في الصورية والشكلانية، ثم ما بعد السياق والنسق، وهي تحولات يعني لها خلفياتها الفكرية والفلسفية، وارتبطت يعني بتحولات كبيرة في الدرس النقدي الغربي يعني في هذا محاولة تبييئ المناهج النقدية في الثقافة العربية وفي الجامعة العربية. ألم يحدث معه نوع من التعسف في وإغراق الدراسات الجامعية بمحاولة إثبات نجاعة المناهج على حساب النص وعلى حساب الذي هو حياة، كما ذكرت يعني في بداية حديثك حول التحول إلى الدراسات الثقافية؟ فعلا المشكلة دائما حينما نستورد منهجا فنحن نتكلم عن مسألة الأقلمة أو التبيئة. متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية، أجدد ترحيبي بكم في هذا اللقاء، وأجدد ترحيبي بالدكتور وحيد بن بوعزيز. دكتور وحيد، كنت تتحدث عن جيوب المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في كتاب المرآة لحمدان خوجة، وربما أيضا يعني حتى في خطابات في الشعر الشعبي وفي الأمثال الشعبية وتلك التمثلات التي نلاحظها يعني في أغلب الخطابات التي كانت تحمل نوعا ما نزعة نحو المقاومة. كيف قوربت هذا الإرث الثقافي إن صح التعبير في الدرس الأكاديمي وفي الدراسات النقدية؟ ألا ترى أن هناك نوع من التغييب لهذا الجانب في طبعا من الأسئلة المهمة ومن المفاهيم المهمة في الدراسة الثقافية هو مفهوم المعتمد الكانون. يعني الدراسة الثقافية تنتقد المكرس من الأعمال، وبعد الاستقلال يعني لسبب يعني يرمي إلى بناء جزائر جديدة وفق إيديولوجية معينة، كرست أعمال على أنها هي ماضي المقاومة الجزائرية، منها الأمير عبد القادر الذي يعني بطبيعة الحال كان مقاوما بسيفه وبقلمه، ومنها حمدان خوجة والكثير من أعمال النصوصية. وفعلا كما تكرمت دكتور ناصر هنالك تناسي للكثير من الثقافات يعني الشعبية، حيوات بعض الشخص يعني نسموهم احنا مثلا لصوص الشرف اللي نسيناهم يعني ما ذكرناهمش كذا، كلهم كانوا يشكلون نوعا من المقاومة. أنا أعتقد أن الجزائر من 1830 لم تتوقف عن المقاومة، تغيرت الأشكال
فقط. فلو ركزنا على شكل واحد فلن سنعتبر الجزائر كانت يعني راكدة، لكن لو نركز على أشكال أخرى سنعتقد بأن الجزائر لم تتوقف عن المقاومة، بل اتخذت أشكال كثيرة، شكل عسكري، شكل ثقافي، شكل اقتصادي إلى غير ذلك. قلتم بعد ذلك يعني بداية القرن العشرين عرفت الجزائر ما يسمى بالانتعاشة السياسية بظهور ما يسمى بالحركة الوطنية، وظهرت كتابات مهمة في هذا المجال، كتابات مهمة، نضالات نقابية في فرنسا، تكتلات حزبية جديدة، مؤتمرات، وبعد ذلك ظهرت بطبيعة الحال الكتابات الواعية التي بدأت تشير إلى الاستعمار بالبنان. يعني ظهرت كتابات من أمثال كتابات مصطفى الأشرف، فرانس فانون، مالك بن نابي، محمد شريف ساحلي، كلهم يعني كانوا واعين يعني بمسألة الاستعمار، واستطاعوا أن يوضحوا الصورة التي كانت غامضة من قبل. فيما يتعلق دكتور وحيد يعني بهذه الصورة التي جهر بها الكثير يعني بالكتاب المثقفين، و في مقاربة تاريخ الجزائر، ونحن نعرف مؤخرا أنه بدأت هناك لجان مشتركة لإعادة كتابة التاريخ، خاصة بين الإمبراطورية، بين الدولة الاستعمارية والجزائر المستقلة، كيف ترى أو كيف يمكن أن نستفيد من أدوات المقاربات الثقافية ودراسات ما بعد الاستعمارية في عدم أدلجة أو عدم تسييس أو عدم أو ربما كيف يمكن أن يستفيد المستعمر وأن يكون موقفه قويا يعني في التفاوض فيما يتعلق بالتاريخ، كتاب التاريخ؟ هل يمكن لأدوات النقد الثقافي أن تساهم في ذلك؟ بطبيعة الحال يعني النقد الثقافي حينما يعود إلى الماضي هو لا يشتغل على ما هو تاريخي، بعكس ما يشتغل على ما هو ذاكراتي، يعني على ملف ما يسمى بموضوع الذاكرة، وكتب الكثير يعني في مجال الدراسة الثقافية حول الذاكرة، كي نفرق ببساطة بين الذاكرة والتاريخ. التاريخ هو توجه موضوعي نحو الماضي، لكن الذاكرة هو توجه علمي تنتابه العاطفة. يعني مستحيل، لهذا يقول أحد أبرز دارسي الذاكرة وهو بيير نورا، يقول الذاكرة تفرق والتاريخ يجمع. ونحن لما نتجه إلى الذاكرة فالغرض من ذلك معالجة ما يسميه الآن العلماء النفس الاستعمار، الصدمة الاستعمارية. ما زالت الجزائر إلى حد الآن تعيش الصدمة الاستعمارية، وأنا أرحب كثير بالكتابات المؤرخين الآن المعاصرين جزائريين بدأوا يكتبون حول هذا المسألة، مسألة الصدمة، مسألة الإرث. يعني الاستعمار لما دخل إلى الجزائر حولها تحويلا كبيرا، ولما خرج منها لم يتركها كما كانت. وأفضع شيء في الصدمة هو ما يمكن أن نسميه الديراسينمو، معناتها مرتبط بما يمكن أن نقول أنه الاستئصال. هذا هو يعني الترجمة، الاستئصال، يعني فرنسا استأصلت الجزائري ولم تبيئه. هذا هو المشكل، أنه لما خرجت فرنسا الجزائري شعر بمشكل كبير في الهوية، في أن يحدد نفسه من هو. إلى حد الآن ما زال عنده مشكلة،
كبيرة. هذه من آثار الاستعمار وتدرس كثيرا في ما يسمى الآن بدراسات ما بعد الاستعمار. الأدب يعالجها علماء الاجتماع، علماء النفس إلى غير ذلك، يعني كلهم يتوجهون إلى هذا. احنا قرأنا يعني في بعد التحول يعني من دراستك للتأويل عند أو حدود التأويل عند إمبرتو إيكو، هناك تحول مع ومحاولة لتأسيس لأدوات ومفاهيم إجرائية للمقاربات الثقافية خاصة في حقل الكولونيالي والحقل الاستعماري. في رأيك يعني هل استتبت الآن في الدرس الجزائري الذي هو ربما سباق يعني في مجال المقاربات التطبيقية لأدوات النقد الثقافي، شفنا في العين الثالثة للدكتورة حياة أم السعد ومجموعة من الباحثين، شفنا في جدل الثقافة كتابك المهم جدا يعني في، والكثير ممن أطرت يعني من الباحثين الذين أطرتهم واشتغلوا يعني اشتغالات مهمة في النقد الثقافي، لونيس بن علي ربما وأسماء أخرى، سليم حلولة وأسماء كثيرة، يعني استطعت أن تبدأ في وضع لبنات لي. في رأيك يعني هذا المنهج هل أصبح له مفاهيمه الإجرائية، وما هي هذه الأدوات التي طبيعة الحال تقارب بها؟ هي لابد أن نذكر بأن هذا المنهج سبقنا إليه المشارقة. قبل أن نتحدث عن هذا المنهج وأعتذر على مقاطعتك دكتور وحيد، فاصل ونعود إليكم وإليكم متابعي مسميات. أجدد ترحيبي بكم متابعي ملتي ميديا الإذاعة الجزائرية في هذه الحلقة الجديدة من مسميات والتي تقارب النقد الثقافي مع الدكتور وحيد بن بوعزيز. دكتور وحيد، كنت تتحدث عن المفاهيم الإجرائية للنقد الثقافي ودراسات ما بعد الكولونيالية. طبعا أنا قلت أنه سبقنا إلى هذا الأمر المشارقة لأنهم يقرؤون الإنجليزية، يعني تعرف أن المغرب العربي فرانكوفوني أكثر، لكن في الجزائر بدأ هذا الأمر يعني يدخل حتى إلى الدرس الجامعي، يعني أصبحنا الآن نجد حتى رسائل ماستر دراسات في الأنساق المضمرة والأنساق الثقافية إلى غير ذلك. في بخصوص المنهج، أنا أعتقد أنه الآن لست راضيا أن المنهج يصبح شامل يعني وعام في كل الجامعات الجزائرية. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو منهج بيني وصعب جدا. أنا أعتقد أنه كي ينجح هذا المنهج لابد من إنشاء معهد الدراسات الثقافية، بحيث الطالب يتكون في علم الاجتماع، في علم النفس، في التحليل النفسي، في الأدب، في التاريخ، لكي يستطيع أن يلم بما يسمى بالظاهرة النصية. الأدب للأسف يعني أجد أن الكثير ممن حتى في رسائل الدكتوراه من الطلبة الذين يشتغلون على ما يسمى بالأنساق المضمرة لا يحملون هذه العدة، نجدهم مرات يخلطون يعني حتى بين الدراسات التاريخية والدراسات الثقافية. الدرس يعني كي أكتشف المضمر داخل النص أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى طاقة قوية تفكيكية، إلى أدوات إجرائية في اللاشعور النصي، في علم الاجتماع الثقافي، في التاريخ الجديد ما يسمى بالتاريخ الجديد إلى غير ذلك. ما سيحدث الآن للدراسات الثقافية، ربما يعني هذا تنبؤ متشائم في الجزائر، أنها ستفقد جدواها بسبب سوء استعمالها.
كيف سوء استعمالها؟ أنه قلت أنه كي ينجح الدرس الثقافي يعني من ناحية تطبيقية لابد من إنشاء معاهد بينية، يعني معاهد فيها تحاقل وتداخل الكثير من الحقول المعرفية. كيف يستطيع ناقد ثقافي أن يدرس نصا ما وهو لا يعرف التحليل النفسي، لم يقرأ لاكو؟ يعني مستحيل. يعني كيف يستطيع الناقد الثقافي؟ لكن هناك إشكالية دكتور وحيد، يعني متعلقة قبل مسألة الإنشاء وإنشاء معاهد وما إلى ذلك، يبدو لي أنه هناك جانب آخر للمسألة متعلقة بالحوافز والتثمين. احنا نلاحظ أن الكثير من الباحثين يتوقفون لأنه لا توجد حوافز، ربما لو كانت هناك مسابقات في الدراسات الثقافية أو شيء من هذا القبيل، أو أن هناك المسار الباحث أخذ منحا آخر أكثر تثمينا وتحفيزا، ربما لأنه حتى النقد الأدبي يحتاج إلى أدوات كثيرة، يحتاج علم النفس والاجتماع، ولأنه النص الأدبي هو ظاهرة معقدة، وبالتالي أنه المسألة مثلما تنطبق على النقد الثقافي تنطبق أيضا على النقد الأدبي. هل يوجد لدينا نقاد؟ يعني لماذا لم نصنع نقادا قادرين على المتابعة والاستمرار في فعلا من الأحسن أن الناقد الأدبي عموما يكون متفتح ومتعدد الحقول، ولكن الناقد الأدبي لا يطلب منه مثلا، لماذا؟ لأنه يبحث عما هو جميل داخل النص. أما الناقد الثقافي فهو لا يبحث عما هو جميل، فهو يبحث عما هو مضمر، عما هو سلطوي داخل النص. ولهذا لما بدأت أسجل طلباتي الأوائل يعني في الدكتوراه، الكثير من الموضوعات رفضت من طرف أساتذة داخل اللجان العلمية وكذا، لأنهم اعتبروها خارج النقد الأدبي، في حين أنه العالم كله الآن يتوجه إلى ما يسمى بالبينيات. وأنا أتفهم الوضع، علاش قلت أنه لابد من إنشاء معهد الدراسات الثقافية، معهد الطور الثاني، يعني ماستر واحد ماستر اثنين، يعني ماشي ليسونس، ويجوه ناس يعني من علم اجتماع، من علم النفس، من دراسة الأدبية وكذا، ويستقطب أساتذة من حقول متعددة. هكذا ينجح، يعني كما جاء الجماعة يعني اللي كانوا حابين يديروا أدب إفريقي يعني في الـ ما بعد التدرج، والطالب لم يتكون في هذا الأدب في التدرج، يعني ما يخدش مباشرة يروح يدير دكتوراه حول الأدب الإفريقي، هو ما عندوش خلفيات أصلا حول الثقافة الإفريقية، حول البعد الإفريقي. البعد الإفريقي أيضا، لأننا نشترك يعني من وفق الانتماء الجغرافي لهذه القارة الكبيرة، ولأننا نشترك مع الكثير من هذه الشعوب في تاريخنا أيضا والثقافة الاستعمارية، يعني في حق الدراسات ما بعد الاستعمارية، لماذا لم نتجه جنوبا؟ لماذا لم نتجه؟ ولماذا الدراسات المتعلقة بالأدب الإفريقي وبالثقافة الإفريقية تقريبا شبه غائبة في مراكز البحث وفي الجامعات الجزائرية؟ حينما نتكلم عن المؤسسات وليس عن الأشخاص، الوطن العربي أكثر المؤسسات استيلابا بالغرب، لأنه لو نعود إلى المؤسسات الإفريقية الثقافية، مؤسسات جنوب أمريكا، مؤسسات جنوب آسيا خاصة الهند، نجدهم حسموا أمرهم مع الغرب، يعني ما عندهمش هذا المشكل الاستيلاب، يعني استيلاب بالغرب، يعني يحاولون أن يبنوا ما يسمى ب نظرية الهامش، يعني يبحثون عن نظرية أخرى خارج المركزية الغربية. للأسف في الوطن العربي أنا لا أتكلم عن الأشخاص، يعني أتكلم عن المؤسسات، المؤسسات ما زالت مستلبة، وما زالت تعتقد أن الفكر الوحيد والثقافة الوحيدة والتطور الوحيد هو
الذي يتماشى مع السيمفونية الغربية. تطبيقيا لماذا لا تتجه الخطابات النقدية الثقافية لتحليل الخطاب المؤسسات الرسمية؟ نقد المؤسسات صعب ناصر. أولا المؤسسات كلها مسيسة وتابعة للسلطة العليا، يعني انتقادها أولا يمكن يعني من طرف شخص يعني لا يفي بالغرض، ولا توجد مؤسسات. أتحدث عن مراكز البحث و مراكز البحث ليست والدراسات محايدة. احنا ما عندناش، شوف دكتور ناصر، ما عندناش مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي، يعني مراكز بحث مستقلة عن المجتمع السياسي، يعني المجتمع المدني عندنا تابع دائما للمجتمع السياسي، وتبدأ الديمقراطية حسب اعتقادي حينما يستقل يعني المجتمع المدني عن المجتمع السياسي. يعني لما تذهب إلى الغرب تجد مراكز بحث مستقلة عن المجتمع السياسي ومدعمة من المجتمع المدني، من طرف جمعيات، من طرف رجال أعمال، لكن للأسف احنا عندنا كل شيء تابع للمجتمع السياسي. وفي انتظار يعني تأسيس معهد للدراسات الثقافية وفي انتظار استقلالية المجتمع المدني عن المجتمع السياسي وإلى قضايا جديدة ومسميات جديدة، تقبلوا تحياتي.